خاص الناس يفهموا بانه حتى المسؤولين الناس ديال المنبه راه ناس واعيه، راه عندها حتى حق تعيش. راه دراوش، راه صحاب السيد، راه هما تيحبوا بلادهم وماليكم وتيحبوا دولتهم. اما راه حنا راه الناس راه غير محبوسه لهم. نجيو حتى حنا نديروا العرقله ونحبسوا الكاميونات ونديروا الفوضى، ولكن حنا راه في دوله الحق والقانون. حنا راه ديما الله ينصر سيدنا. راه السلطه هي اللي خدامه، اما المجالس راه كنقولها بصريح العباره راه لا علاقه لها بالمسؤوليه. راه ما متحملش مسؤوليتهم في هذا الباب هذا. لا نجي الجماعيه ديال مراكش ولا الشركه اللي شات هادشي، راه ما لاقياش. راه هادشي متتبعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. احنا الان تنتواجدوا مباشره بجماعه المنافه امام مطرح الازبال. هذا مطرح الازبال لنموذجي اللي معروف اللي بمدينة مراكش، بنواحي ديال مدينة مراكش، أن جميع هو المطرح الكبير في هذه المدينة. وكما تنعرفوا بأن الساكنة أنها تشتكي كثيرا وكثيرا من هذه الأضرار الناتجة عن هذا المطرح ديال الأزبال المتواجد بجماعة المنابة. وكما تعرفوا بان كما قالوا الساكنه بان كما تشاهدوا باقي الدخان، ان البارح بالليل شعلت واحد العافيه لولا لطف الله لما وصلت لمركز التصفيه. كون وصلت ليه كما قالوا الناس غادي تكون الوضع كارثي. وكما تنشوفوا بان العمال ديال اليوم تيقوموا اللي ما عمرهم جاو قاموا بهذا الاشغال هذا، اليوم راه صافحين هنايا تيقوموا بالاشغال ديالهم. وغادي نشوفوا كما قلنا، غادي نشوفوا التفاصيل غادي نسمعوها من الناس الساكنه. اليوم تيكلوا غير الشاي اللي تيجيبوا فينا بالتفاصيل ديال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احكي لنا كيفاش وقع البارح بعدا بالليل اخويا. البارح اول ما كنشكركم على المجيء ديالكم، على يعني جيتوا كتعانيوا معنا كتشوفوا معنا المشاكل اللي كنعانيو كسكينه وكمجلس وكجمعيات وكمواطنين مغاربه منابهه احرار. لانه حنا اليوم اصبحنا في خبر كان، اصبحنا اليوم كنعانيو مشاكل كبيره من هذا المطرح هذا ومن الناس اللي مسؤولين عليه، لانهم ما متبعينش. يعني هذا المطرح شحال هو محطوط؟ هذا المطرح راه من 2017 2018 هو خدام، وحنا كناشدوا وكنطلبوا من المسؤولين بانه حنا كنقولوا راه ناس ديال الحوار وبينا نتحاوروا وفعلوا لنا ذاك دفتر التحملات اللي وعدتونا به نهار الاول لا اقل ولا اكثر. هذاك دفتر التحملات اللي كيخدموا لهاد المنطقه ما تكون رائحه كريهه، ما يكونش شي حاجه اللي تشوفوها ديال الاسبان، ناهيك على النقل يكون نقل في مستوى وتكون تبين يعني المسائل هي كما مكتوب داك الشيء عندهم في اللافته في الباب. اذا بينا كنتفاجئوا هذاك الشيء كنحبر على وراء، يعني هذاك الشيء كيبقى ما منه والو. هانتوما كتشوفوا قمه العشوائيه، الطيور اللي كتجي للمنطقه، الازبال جايه من طمنصورت الا للمنابهه، يعني من جماعه ديال الحربي حتى للمنابهه. ناهيك على الدواوير صفحة الامراض الخطيره اللي هي من بينها الخنق والحساسيه وامراض عيون. الاطفال عندنا صبحوا ما كاينش نومو، يعني صفحات الهجره. واش حنا الناس كيستثمروا في بلادهم؟ الناس كيديروا الاستثمار في بلادهم باش يعيشوا ويعمروها، وحنا كيداروا لنا مشروع اللي كنخويو به البلاد. يعني راه يعني صبحنا في واحد الحاله، حنا راه الهجره هكا تيرحلونا وكيقتلونا عرق بعرق. راه عندنا هنا النساء دابا راه كارثه هنايا. يعني هذا المطرح هذا فاش قعدتوا معاهم لطاولات الحوار بانه مطرح من مواصفات عالمية. معاهم الحوار، عطينا المشاكل، انا بصفتي كعضو في مجموعه التعاون ناقشنا معاهم وكمستشار جماعي ناقشنا بانه راه كاينه مشاكل. راه هاد الدواوير اللي كاينه على الاقل بين المجلس الجماعي يورك ويضغط كي تنقولوا بصريح العباره على الناس اللي دايرين معاهم اتفاقيه الشركه بانهم يفعلوا دفتر التحملات ديالهم، يديروا المعالجه ديال المياه، يحاربوا الرائحه الكريهه، يديروا لنا يخدموا الوليدات اللي وعدوا الناس ديال المنطقه. ودابا كيف يعقل يعني شحال دور هنايا في هذا الجمع؟ راه دابا ولا المشكل ديال القبيله كامله ديال 31 دوار، كانوا 10 دواور. راه البارح العافيه وهذه الرائحه الكريهه وهذا الدخان هذا وصل الجماعه ديال الولاد تليم. البارح اتصلوا بنا الناس من ولاد تليم. احكي لنا بالضبط اش وقع البارح. البارح شعلات العافيه، انا خويا تقريبا خرجنا من صلاه المغرب هنايا، كنا حنا في واحد المناسبه هنايا، لانه انا هنا عضو هنا كاين في هذا الدوار هذا وعائلتي.
كنا خرجنا في الصاله ديال المغرب اذا بنا كنتفاجئوا بالعافيه. لان هنا جا مخبي ما بينش. جا مخبي والناس مسؤولين ما ساقوش اخبار، حتى اتصلنا بالسيد القائد والسيد القائد اتصل بالبومبيه والناس اللي مسؤولين على المطرح، لا هما كشركه ولا الناس المسؤولين الجماعيين ديال مراكش، ما كاينش حد الحرك ساكن. جاو البومبيه والناس اللي خدامين داخل اللي خدموا شغلهم حتى 3 الصباح، وحنا هنايا مع السيد القائد ومع الساكنه والناس كتعاني الامر. فلهذا حنا اليوم كنناشدوا جلالة الملك وكنطالبوا من هذوك الناس اللي مسؤولين اللي وقعوا الاتفاقية مع هذه الشركة هذه يديروا حق الرقابة ديالهم ويتابعوا ويشوفوا هاد الناس راه عيب عليهم، راه هذه ساكنة، راه كانت بالأمس القارب هذه البلاد كتشوف فيها راه كانت بلاد ديال الكسيبة وديال الفلاحة، وكانوا الناس كيعشقوا يجيو لمنا بيت يتفجوا فيها ويديروا فيها. أن الناس القدام كانوا تقولوا بأن هذا المركد مزيان، هذا المركد مزيان ديال الكسيبة وديال كلشي، إذا بينا كنتفاجئوا دابا صحتي كتقول لشي واحد بيت فين نمشي؟ نمشي نجيبوا لدي مريض، لأنه هذا الشيء واقع. كيجي عندنا دابا شي آخر ولا شي صديق من مراكش كاين ما يباتش هنا إلا عنده الحساسية، ما يباتش ولا كيديو وليداتهم كلهم عندهم أمراض ديال هذيك الحشرات اللي هي هذيك ذاك الناموس هذاك الشيء، راه أصبح اليوم راه قدك خاصك تدور تما ناهيك على الكلاب بالطالة، راه الناس ما يسرحوش هنايا. نتحدى شي واحد يجي يدخل بالليل لهذا المطرح ماشي الجنبات ديالو، يدخل للمطرح الكلاب راه تاكلوا، راه الكلاب كاينه هنا ساكنة، الكلاب بالطالة راه ساكنة في المطرح. فلهذا اليوم حنا راه كنقولوا لهم هذه راه بلاد ديال الكسيبه وهادو راه مواطنين مغاربه، راه ماشي هاد المنابه جاو من العباد، يفعلوا دفتر التحملات ويفعلوا لنا الشق الاجتماعي في المنطقه، وحنا ما بغينا والو، حنا راه الشعار ديالنا الله الوطن الملك، ما تنطالبوش شي حاجه اللي هي غريبه، وكنطالبوا غير من الناس المسؤولين يقوموا بالمهام ديالهم وبينا يديروا الواجب ديالهم كما هو، وراه سيدنا الله ينصروا راه كيأيد على العيش الكريم. المواطن يعيش بعيش كريم وتكون مواصفات اللي هي سينا، واش حنا ما كاين لا بيئه لا يعني كيف يعقل واش نهاجروا هذه البلاد الخبيبه؟ يديروا لنا حل وحنا مستعدين نهاجروا هذه البلاد، راه سكتنا بما فيه الكفايه على هذا الشيء هذا. فاليوم الله يجازيك بخير، وحنا راه كنشكركم انتم كسلطه رابعه بان الصوت ديال الساكنه ديال جماعه المنابه يوصل، لان راه هنا ما نراسلوا، راه راسلنا جميع المسؤولين، راه حتى هذا الباب هذا ديال السياسه اللي انا كنهضر لك عبد ربي دخلت ليه على هذا المشكل ديال المطرح وديال الارض، راه كيف يعقل بان حنا راه صبحنا هنا يعني في خبر كان ساكنه ديال المنابه صبحات كتعاني من جميع المشاكل، الارض ديالها تسلبات منها، المطرح جابوه ليه، الكلاب ضاله، الوليدات المستوى ديال القرايه ما كاينش، فكيف كيفاش غندير واش حنا ماشي مواطنين؟ علاش يكون الرد من الجهه المسؤوله؟ علاش يكون الرد من الجهه ما كاينينش هنا، ما كاينينش المنتخبون اللي هما متسنين هذه الاتفاقيه، المجلس الجماعي ديال جماعه مراكش كنحملوا المسؤوليه والشركه، ما كاينينش هنا، هما دا يلاه حاجين في الاتفاقيه تيوقعوا مع اي جماعه تجي ترمي لنا الزبل ديالها هنا. فلهذا اليوم راه نكذب عليك، راه حنا وصلنا لواحد الحاجه اللي راه وصلنا حنا لواحد الحاجه اللي ماشي هي هذه، راه كيف يعقل المطرح ما صلاحش المطرح اللي هو ديال جماعه مراكش؟ صبحوا تيقلبوا على الشركه ديالهم كثير بالنسبه للمواطن وبالنسبه لا لا صبحوا تيقلبوا لنا غير على الاتفاقيات يجيبوهم لينا، ولكن ما تصبحوش يشوفوا المواطن المنبي كي تيعاني. المواطن المنبي راه عايش هو ولادو في مازق، عايش هو ولادو هنا في هنا، ما كاينش باش نوصفوا راه الكابينه شرف الله وقدرك فيها رائحه طيبه على هذا الفلاس هذا، وحنا كنجيبوا اتفاقيه جبنا من هنا، اتفاقيه ديال هاد الجماعات، اتفاقيه ديال اخو عندنا الزبل، واتفاقيه حنا ما حقناش يتفعل الشق الاجتماعي ويداروا هنا مرافق، يداروا مرافق هنا، يداروا مستشفيات، يداروا هنا ملاعب القرب، يداروا دور الشباب، يداروا الناس اللي يمكن لنا على الاقل كاينه رائحه كريهه كاين خنز يكون مقابل ديالها، ماشي نجي انا ندي مرتي ولا اختي ولا امي نرحل من هنا ونديها ندوزها في محمد السادس ولا الناس يديو ولادهم ويهاجروا، تتقول السيد تقول لا انا ما نعيش، راه هنا عندنا 50% ديال الهجره 60%، راه الدواوير صبحات خاويه. فلهذا حنا راه كافه راه صافي راه يعني راه السكين وصل لهضم. اليوم الناس المسؤولين خاصهم يقوموا بالمهام ديالهم وشكرا، وراه الشعار ديالنا ديما الله الوطن الملك، وكنحبوا بلادنا وكنحبوا مالكنا، وهذا راه باسم الساكنه ديال جماعه المنابه وباسم الجمعيات وباسم المجلس الجماعي ديال جماعه المنابه. هاي راه سيد الحاج، سيد الحاج تفضلوا. تكلمتي لنا قبل على الامراض ديال الاطفال اللي بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكركم على التغطية ديالكم لهذا الحدث اللي بتنا سهراني من اجله، وحنا اصلا من 2017 و2018 وجيت حتى 2023 وحنا سهرانين، لانه حنا تنشوفين الويلات في هذا السنة. اليوم اللي بقى لنا جميع الجهات رسمناها على المشاكل اللي كاينه عندنا هنا ديال المطرح ديال الازبال. هذا المطرح ديال الازبال راه هادشي اللي شفنا فيه نهار جا، راه شفنا فيه شي حويجات اللي اش بنقول لكم، راه شي حويجات اللي ما يمكنش يتصوروا، راه الناس اللي ساكنين هما اللي يمكن يصوروا لكم هادشي.
راه هاد الناس اللي مدبرين هاد المطرح هذا، والناس اللي مفوضين هاد المطرح هذا راه ما يمكنش يصوروا لكم هادشي. علاش؟ لان كاين تلاعب وكاين فساد تما، ما يمكنش يصوروه لكم. اللي مفوضين تا يديروا فساد، وهادو حتى هما تيخليو داكشي، يعني اذا كانت كاع شي خلاص باقي ما جاهم شي تيصبروا عليهم حتى يخلصوهم. احيانا كانوا كيحبسوا لهم الكاميرات كاع برا، حنا اش راه كنعرفوه وبلا وجهوا لنا مشروع ما بقيناش بلا نسكتوا عليه. كنقولوا لمجلس المدينه لا باقيش تخبي على هاد الناس ديال المطرح، وكنقولوا للناس اللي مفوض لهم اللي هي شركه ايكوميد، خدمي الخدمه اللي عندك في دفتر التحملات، وهادشي راه عقنا به، راه عقنا من القلب اللي كاين دايرين لينا حنا هنا. والضحيه راهم احنا، وليداتنا راه تيموتوا. الامراض اللي قلت لك قبيله الناس سولتيني عليه في الاول، عندنا امراض التنفس، يعني كنعاودها لك، امراض التنفس، يعني ولات عندنا احنا حساسيه ديال ابناء الصغار، وقله النمو، وحساسيه خرجت للفوق ديال الجلد، حساسيه ديال الجلد دابا. عندنا وليدات لابد تشوفوهم دابا، كاين حتى تيخرج لهم الدم. انا يلاه جبت واحد بنية بنت ولدي دابا، راه يلاه جبتها، إلا عدتو غادي باش تشوفوها، انا ما كنقولش حاجه اللي ما كايناش. وعندنا واحد السيد راه ونسيبنا إلا بغيتو تشوفوه تتقط لي عينه بسبب الرائحه الكريهه. بحكم اننا ما كناش مولفين هادشي هذا، عينو تقريبا فوت العامين وهو متبع في محمد السادس، عنده باليزه ديال الوراق ديالو، عينو ترتخات مسكين مشات ليه، بقات عنده عوينه وحده. راه صورنا توا راه كان داز واحد البورطاج. ونشدنا جميع المسؤولين. درنا يعني وقفه احتجاجيه فيها 6 دواء ولا 8 دواء. جلسنا مع السيد الوالي، درنا وقفه احتجاجيه يعني اللي وصلناها السيد الوالي. والو ما كاينش. ما كاينش مسؤولين، ما كاينش مسؤولين اللي بيتجاوبوا معنا في هذه المشكله. اليوم كنطالبوا انهم يخدموا معنا المعقول، التلاعب راه ما بقاش خدام معنا. هاد الناس راه دراوش، وهاد الناس راه مسالمين، وهاد الناس كيحبوا بلادهم وكيحبوا مالكهم، وراه ما فيهمش الشغب، ولكن هما راه تخطوا عنا، وراه غادي يخرج منا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، راه غتخرج منا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. راه البارح بيت النار من قبل المغرب حتى لثلاثة الليل، شهادات السلطة المحلية، راه ما كنقولوش شي حاجة اللي ما كايناش، شهادات السلطة المحلية في شخص القايد، القايد كان معاهم هنا تقريبا من صلاة العشاء ولا فات العشاء شوية، تقريبا ما مشى من هنا حتى جوج ونص، وهو واقف معاهم هنا هاكا، والصحافة راه معانا هنا حتى الثلاثة كتصور حتى هي، واليوم حنا كنتكلم معاكم كفاعل جمعاوي، كنتكلم معاكم كفاعل جمعاوي، رانا متبع هاد الشأن ديال هاد الأمراض اللي كاينة هنا. وهاد النفايات اللي كتلاح لينا راه كيمرضوا بها البهيم ديالنا، راه كتاكلها البهيم ديالنا، الاغنام ديالنا اللي كتسح مثلا، هذه هي اللي كانت محروضه كتلاح ليها. انا نوريكم كتسبب في القتل ديالها. نعم كتسبب في القتل ديالها ياك، وراه كارثه كبرى بالرائحه الكريهه، الرائحه الكريهه راه ما تصورش. ديكسيفيا هاد المياه العادمه راه واحد الوقيته راه بشهاده ديال دواوير راه 12 كيلومتر ضربت الواد ديالها، 12 كيلومتر 12 كلمات، وعندنا ما يثبت هذه الشهاده، عندنا ما يثبت، عندنا شواهد وعندنا موجودين، عندنا ودينا لابوراتوار وخرج داك الشيء. يعني كيف كنقولوا لكم، ما كنقولش حاجه اللي ما كايناش. لهذا اليوم كنناشدوا جلاله الملك يدخلنا في هذا المشكل هذا. راه حنا حتى حنا ساكنه، راه تقريبا 14000 نسمه ولا 15000 نسمه اللي كاينه هنا، يعني حتى حنا عندنا حقنا في السكن، وعندنا حقنا في العيش، وحنا بينا حقنا في الهواء دابا ما لقيناهش. حقنا في الهواء راه ما تلقيناهش دابا، حنا راه كنموتوا. لهذا اليوم كنناشدوا جلالة الملك باش يدخل لينا في هاد المشكل هذا. ما بقيناش كنثقوا في هاد المسؤولين اللي مدبرين هاد ما بقيناش كنثقوا في هاد الشركة هادي، ما بقيناش كنثقوا فيها. علاش؟ لأنه تقريبا 5 سنين ولا 6 سنين وحنا كنراسلوا جميع الجهات بدون جدوى، بمعنى راه ما بقيناش كنثقوا فيها، ولينا كنتيقوا في جلاله الملك هو اللي خصو يتدخل في هذا المشروع هذا، وكيقول لك مشروع نموذجي، هذا مشروع عشوائي في هذه الارض في هذه المنطقه. ويني هذه الريحه الكريهه راه مرضت لينا البهيم، مرضت لينا دراري صغار، مرضت لينا كبار، مرضت لينا. انا هاني مدارني العينين بعد الريحه. ايه راه كما تنشوف بان العين. اي هاني تنشوف انا دابا، انا دارني العينين ديالي بهاد الريحه الكريهه هذه. راه تنطلبوا من الله وجلاله الملك الله ينصرهم. راه ما تنطلبوا شي واحد. كنطالبو من الله وجلالة الملك الله ينصرو، يجي يحيد عنا هاد الكريهة. راه هادي بلاد الكسيبة وبلاد الفلاحة وبلاد أي حاجة، وهاد البلاد راه تقريبا 40% ولا 50% كلي غانم كلي مشات من هاد الأرض،
ما بقى عائلة تجي عند عائلة، ما بقى ضياف تجوا عند بعضياتهم هنا بسبب هذه الرائحة وهذه الأمراض وهذه الحساسية اللي ولات تتوقع الناس. هذه الرائحة الكارثة اللي عطاونا هاد الناس هاد الولاية وهاد المسؤولين ديالنا، كلهم تنطلبوا الله من جلالة الملك الله ينصرو يكون معنا في هاد. نتمنوا الله خير، نتمنوا الله خير. الله يجزيك خير. كاين شي إضافة؟ شوف رشيد كيما تشاهدوا بقينا هادو هما الجنبات ديال مطرح الأسباب بجماعة المنافع رغم طرح النموذج كما سمعتم متتبعين أن الناس تشتكي من هذه الأضرار، تشتكي من هذا المطرح الذي يسبب لهم أضرار كبيرة.